غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو لا. سلام ونعمة. سلام ونعمة. ابونا شنودة، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك، لعلك بخير يا ابونا. امين امين. ابونا شنودة معاك، معاك ابو مريم من امريكا. ابونا شنودة ابو مريم، حضرتك ما تعرفنيش شخصيا، لكن حضرتك طبعا عالم من اعلام الكنيسة الارثوذكسية في مصر، فقلنا بركة ونسمع حضرتك. يعني اهلا بحضرتك. لعلك انا لا عالم ولا حاجة، انا رجل البيت. لا ازاي، حضرتك متخصص بموضوعات روحية، فقلنا نستفاد بقى من حضرتك وكده يعني. ابونا شنودة بس كان عندي مريم. ما يوم عيب ظالم يا فندم، اشكرك على ساعة صدرك وادبك واحترامك. يعني هو في كتاب للبابا تواضروس اسمه مفتاح العهد الجديد. في الكتاب ده في صفحة 167 يقول فيه يا فندم ان انجيل يوحنا الاصحاح الاول العدد 1-18 مضاف، وان انجيل يوحنا الاصحاح 21 مضاف. وحضرتك لو جبت لك الكلام حرفيا من كلامه، بيقول لمحات قصيرة موجزة تتناوب مع ايات وعظات ذات طبع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها. وانا لاحظ ان انجيل يوحنا بدون المقدمة أي الإصحاح الأول العدد 1-18 يبدو كتابا يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليوناني. ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي بعد ذلك لجذب مزيد من القراء. كذلك الإصحاح 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة، كما يتضح من آيات الأخيرة في يوحنا 20-31 اللي هو وإما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. الكلام اللي بيقوله البابا هو حرفيا كلام علماء النقد النصي، أن إنجيل منهم بارت إيرمان وأكبر عالم في علماء النقد النصي، أن إنجيل يوحنا الإصحاح 1-18 مضاف، وكمان أن الكل بيتفق على إنجيل يوحنا الإصحاح 21 مضاف. الكلام ده حتى تطرق إليه الأب متى المسكين في تفسير انجيل يوحنا الجزء الثاني، ونفس الكلام موجود كمان في الترجمه اليسوعيه وضعين اصحاح 21 اصحاح ملحق الكاتب غير معلوم. ايه راي حضرتك في الكلام ده يا فندم؟ هذا الكلام كتب على مسؤوليه حضرتك بتقوله، كتب على مؤلف الكتب سواء كان البابا او ابونا مثلا المسكين او الترجمه اليسوعيه، فانا ما اقدرش افتي في شيء ولا اقدر اقول رايي فيه. يسال هذا المؤلف. لا انا ما بسالش حضرتك على المؤلف. لا ما اقدرش. لا انت فهمتني غلط، انا بسال حضرتك انت هل الكلام ده صح؟ هل ده مضاف ولا مش مضاف؟ لا ما فيش راي شخصي في الحاجات دي. يعني الكتاب المقدس ما اقدرش اقول رايي الشخصي فيه. طب ابونا الكتاب المقدس احنا اتعلمنا ان هو المرجع الاول لينا، وبعده الاباء، وبعده المجامع، وبعده واخد بال حضرتك تاريخ الايه تاريخ كنيستنا ناخد من الفرديات. فانا لما اجي اتكلم واقول رايي في اضافات انا ما كتبتش عنها وماليش راي فيها اصلا، ما اقدرش دلوقتي اقول لك رايي عبر ابونا. عندما عندما ممتاز، ما انا ممكن كده انا بطعن في مقبلك حضرتك، بطعن في الافتراءات اللي ممكن توجه للكتاب المقدس لو انا قلت رايي.
انت عارف رايي فيه. انت عارف حضرتك السؤال كده مش حلو. لا بالعكس بالعكس انا متفق معاك 100%. المفروض البابا ما يكتبش كلام زي كده، والمفروض الكلام ده موجود على الفيسبوك من الكنيسة. الناس بتعترض على هذا الكلام ده، الناس الوقت بتشك في صحة هذا الكتاب، البابا نفسه بيقر وبيعترف. لا شفت بقى انا لو قلت لك رايي انا كمان بشكك في صحة الكتاب. أحسن. المفروض انا بدافع عنه. احسنت. وبدرس الناس صحته. صح. وسلمته من التحريف وسلمته من حضرتك. ايوه ازاي انا اتكلم في موضوع زي كده؟ مظبوط كده، المفروض البابا ما كان يكتب كده. بس العمليه مش كده بس حضرتك، العمليه عندك كمان قصه المراه الزانيه. البابا بيقول في صفحه 276 يكشف هؤلاء الاباء عن سبب. بس معلش هقول حضرتك حاجه، مع احترامي لحضرتك الدم يعني والتأشير، انا لازم افتح الكتاب قدام حضرتك واشوفه واتابع معاك الكلام المكتوب. كلام جميل وانا متفق. لان ما اقدرش اعتمد على الذاكره. صح. ما اقدرش اعتمد على الذاكره في الردود، احنا بنقرا كتب كتير. طيب ممتاز ممتاز. انا حضرتك طبيعه الانسان نفسي. يا قلت لحضرتك قول لي جهز الكتب واحد واثنين وثلاثه ونبتدي نتكلم فيها. اقول لك حاضر يا نادر. بالعكس يا ابويا اشوف مدى صحه يعني ممكن يكون ادعاء، ممكن يكون استراء، ممكن يكون صحيح. لا بص يا ابويا لازم افتح الكتاب قدامي واشوف الكتاب موجود يا ابويا، وممكن اشوف ملاحظه يعني لو في فوت نوت لسيدنا مثلا او غيره او غيره او غيره. ما انا بنقرا الاب متى المسكين في طبعا ملاحظات على كتاباته، لكن ليست كل الكتابات يا ابونا انت فاهم غلط. لكن لا حضرتك انا كلامي معاك انا لا مش ده الموضوع. انا حضرتك اقول لك حضرتك كلمني قبل الهاتف، انا ما شفتش انت حضرتك مين. انا اديتك ممتاز. الكتاب موجود في الكنيسه المصريه، الكتاب صفحه 206. ماله؟ طيب لازم افتحه قدامي. ممتاز انا موافقك يا ابونا، انت فهمت غلط انا موافقك. انت حضرتك لو دخلت لا تبداني ما فهمتكش غلط، بس ما اقدرش ارد في حاجه دلوقتي. انا الكتاب مش مفتوح قدامي. انا متفق معاك انا خلاص. لازم خد بال حضرتك. اه ماشي ماشي. لازم يعني يكون تم تاويل. ممتاز. تم تاويل راي الكاتب وتفسيره بحسب الهوى. ممتاز انا ما عنديش اي هوى من يقرا يعني. ممتاز انا ما عندي مشكله حضرتك. اللي انا بقوله لك ده لو تدخل الفيسبوك، الفيسبوك مقلوب من الشعب الارثوذكسي بسبب من سبب الفيسبوك ليس مرجعيه لنا. لا انت مش فاهمني غلط. كل الدول يعني ده مش كلامي انا. لا برضو حضرتك كل لا. طيب كل الحكومات وكل الكنائس وكل المؤسسات. طيب واخد حضرتك المسؤوله بتقول يا جماعه الفيسبوك مش مرجعيه لينا، يتقلب براحته. انت المرجعيه لينا هو ما هو موجود بين ايدينا من كتب مصدق عليها. طيب ممتاز. انت حضرتك بتقول الكتب هل انت حضرتك عندما تقول الكتاب المقدس تقول لي ممكن تقول لي عدد اصفار هذا الكتاب كام؟ اصل انت بتقول على انه اسم عالم. انا اقول لك الكاثوليك 73، الكنيسه الارثوذكسيه الحبشيه 81، الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75، البروتستانت 68، الترجمه البسيطه 68. انت عندك اربع مخطوطات قبطيه موجوده في المكتب، عدد الاصفار فيها 75 صفر. انت بتتكلم اي كتاب بتتكلم عليه حضرتك؟ اي كتاب حضرتك؟ انت حضرتك عارف كويس. عارف ايه حضرتك؟ ودارس كويس للكتاب ان بعض الاصفار دمج زي سفر مثلا، سفر الملوك الاول والملوك الثاني كان سفر واحد وتم تقسيمه لاثنين، سمين الاول وسمين الثاني كان سفر واحد وتم تقسيمه لاثنين. فالتقسيمات في عدد الاصفار يا ابونا انا بقول لك اصفار غير موجوده. ارجع اجيب لحضرتك اجيب لحضرتك شبهات وهميه. الارقام اللي بتقولها صحيحه. طيب لا الارقام اللي بتقولها حضرتك صحيحه. طيب يبقى ايه؟ بس دي يعني طب دي مستند لايه؟ مستند ليه؟ طب انا اقول لحضرتك يعني اقول لحضرتك مستند. يعني حضرتك خلينا جاوب. حضرتك عايز تستنتج من المعلومه ايه؟ انا هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك. انت الان بتقول الاعداد مش مشكله، ماشي انا ما عنديش مشكله. هل الاصول موجوده؟ الاصل اللي حسب الايمان كتبه متى لوقا مرقس يوحنا موجود؟ هل الاصول موجوده؟ هو حضرتك معانا أم علينا؟ عشان لو في قفل أنا بكلم مين؟ يعني إيه معانا وعلينا يا فندم؟ لما اتكلمنا عن الأصول يعني هل حضرتك أن حضرتك أقول لحضرتك شوف الكنيسة المصرية على سبيل المثال القنص عبد المسيح بسيطة بالخير أستاذ الدفاع اليهودي في كلية أكريكية
كتاب المقدس تحدى نقاده وقائلين بتحريفه. صفحة 150 يقول، وطبعا رجل يعني معروف، يوجد لدينا الآن أكثر من 25,000 مخطوطة أي أو كاملة للعهد الجديد، وبالرغم من أنه يقول جيسلر وينكس ليس لدينا مخطوطات أصلية متبقية إلى الكتاب المقدس. أجيب لك شاهد أرزوكسي تاني، الأستاذ الدكتور العلامة وهيب جورجي كامل أستاذ العهد القديم بالكلية الأكريكية وزميل للبابا شنودة، والكتاب اسمه مقدمات العهد القديم صفحة 24، واللي مقدم الكتاب الأنبا موسى أسقف الشباب، يقول لم تصلنا المخطوطات الأولى للكتاب المقدس التي سبق أن دونها كتبة الأصفار بغلامه. هل دول معاك ولا ضدك؟ معاك. الكنيسة البروتستانتية ماذا تقول؟ دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 279، وقد فقدت أصول أصفار العهد الجديد بلا شك. دول مش معاك ولا ضدك؟ بروتستانت. تاني، قاموس الكتاب المقدس شارك فيه أكثر من 20 قصة صفحة 844، وقد مخطوطات الأصلية للعهد القديم باللغة العبرانية أو باللغة الأرامية، وكتبت المخطوطات الأصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية، ولكن لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية. تفضل حضرتك. كمان ما المهندس يوسف داود رياض، مدخل إلى النقد الكتابي موسوعة المعرفة المسيحية، مدخل نقد الكتاب أكبر علماء البروتستانتي كمان مش الأرزوكسي بس، صفحة 26، نحن لا نملك النصوص الأصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إليه. أي قراءة نعتمد؟ يوسف رياض، كتاب وحي الكتاب المقدس صفحة 65، أشرنا في الفصل الأول إن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد من المخطوطات، وقد يندهش البعض إذا عرفوا إن هذه المخطوطات الأصلية جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية. كمان معاك ولا ضدك؟ ده الدكتور فهيم عزيز في كتابه كيف وصل إلينا العهد الجديد صفحة 100، من الأمور البداهية التي لا ينكرها أي إنسان أي إنسان إن النسخ الأصلية التي خرجت من يد كاتب العهد الجديد غير موجودة. حضرتك بتتكلم على إيه؟ أنت بتتكلم على شيء مش موجود أساسا، يبقى ما تقوليش أنت معانا ولا ضدنا. أنا بتكلم عن مخطوطات المخطوطات التي وجدت موجودة حاليا في بعض المتاحف سواء كان هنا أو في إنجلترا. ممتاز. موجودة. ممتاز. حضرتك موجودة. هل الأصل موجود؟ الأصل للأصل للعهد الجديد مش موجود. ليه؟ ممتاز. انت حضرتك تفضلت وتكلمت على مخطوطة موجودة في المتحف البريطاني، كلامك صح، المخطوطة ديت هي اقدم المخطوطات واصحها، نفس الكلام قاله القمص عبد المسيح بسيط في كتاب المقدس يتحدى نقاد وقائلين بتحريفه. تمام. المخطوطة دي موجودة على الانترنت، المخطوطة الصينية موجودة باللغة اليونانية والانجليزية. اسألك سؤال، الفصل اليوحناوية الاصحاح 5-7 الرسالة الذين سماء ثلاثة، هل موجودة في المخطوطة السينائية؟ المخطوطة موجودة على الانترنت؟ لا مش موجودة حضرتك. يمكن اول مرة تسمع الكلام حضرتك. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك اهو، لما انت جبت لي الآية دي انا تبادر الى ذهني كنت عملته مع شهود يهوى، مزعلش مين اللي اقول حضرتك شهود يهوى؟ لا انا مش شهود. قفل التليفون. حضرتك شهود يهوى اتصل بيه تاني يا اخوة والله خلص الوقت. في تاني ولا خلص الوقت؟ والله ما انا عارف. كان معانا لواء مباشرة الان رئيسة القمة الشنود، رئيسة من كنيسة ماري جرجس الزاوية الحمراء، متخصص في مواضيع روحية ومواضيع الاسرة. اتفضلوا حضرتك. كان معانا لواء مباشرة القمة الشنود عيسى من كنيسة ماري جرجس الزاوية الحمراء في مصر. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
الله اكبر كبير كل فرد مسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.